بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي من متابعة منصة الاسكولة التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. قبل ما نبتدي درسنا عايز أفكركم أن احنا نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. طيب بالنسبة لموضوع درسنا النهاردة، هناخد من فرع التفاضل الوحدة الثالثة الدرس السادس اللي عنوانه التكامل. طيب ايه هو موضوع درسنا النهاردة اللي هو التكامل؟ احنا لو كان عندنا ده لو نحب نجيب مشتقتها وبقى عندي المشتقة، طيب عايز ارجع المشتقة دي لأصلها تاني، يبقى بجري عملية التكامل. يبقى هنقول تاني، التكامل عملية عكسية لعملية التفاضل، هما الاثنين مرتبطين ببعض. لو عايز اشتق يبقى بيشتغل تفاضل، لو عايز عندي المشتقة وعايز ارجعها لأصلها يبقى بجيب الدالة العكسية اللي اسمها الايه؟ التكامل. علامة التكامل هي بمظلها برمز كده زي التعبان كده، يبقى دي عملية علامة التكامل بالنسبة للدالة اللي احنا بنشتغلها ولتكن دالة سين. طيب درس النهاردة فيه حاجتين مهمين، ازاي هنكامل الدوال كثيرة الحدود وازاي هنكامل الدوال المثلثية. طيب بالنسبة للقوانين بتاعت التكامل بيبقى عندنا حوالي خمس قوانين عندنا النهاردة. القانون الاول، ازاي بكامل دالة سين أس نون بالنسبة لدالة سين، تكامل دالة كثيرة حدود سين أس نون بالنسبة لدالة سين. لما باجي افاضل او اشتق كنا بنعمل ايه؟ سين تربيع مشتقتها بتبقى عاملة ازاي؟ بتنزل السين وتنقص من الأس واحد، سين تربيع يبقى 2 سين أس واحد. التكامل قلنا عملية عكسية لعملية التفاضل، يعني ايه؟ طب انا عايز اكمل بقى، نرجع للقانون بتاعنا، سين أس نون اكمله ازاي؟ يبقى بزود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد، ازود على، مش هطرح، مش زي التفاضل، ازود على الأس واحد يبقى الأس نون زائد واحد واقسم عليه يبقى نون زائد واحد، كلها مقسومة على نون زائد واحد زائد ثابت التكامل. طيب لو سين أس نون مضروبة في ألف، التكامل بتاعها بالنسبة لدالة سين يطلع ايه؟ يطلع واحد على ألف في سين أس نون زائد واحد على نون زائد واحد، تمام كده؟ يبقى كل مرة بزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد اللي هو لما زودت عليه واحد. طب القاعدة الثالثة، لو كان عندي قوس كله وجوه القوس موجود ألف سين زائد ب الكل أس نون بالنسبة لدالة سين، أكملها إزاي؟ أطلع معامل سين وأقسم عليه، يبقى واحد على ألف في واحد على نون زائد واحد اللي هو الأس الجديد في سين أس نون زائد واحد زي ما زودت عليه واحد زائد إيه؟ ثابت التكامل. رقم أربعة، في ملاحظة عايزة دقة النظر، رقم أربعة ورقم خمسة. طب الملاحظة دي بيقول إيه فيها؟ تكامل وبعدين إداني قوس وحط لي جوه القوس دالة، والقوس أس نون، في بره في دالة تانية، بس الدالة التانية مش أي دالة، الدالة التانية دي مشتقة الدالة اللي جوه القوس. يبقى بمجرد النظر أول ما أشوف الدالة اللي جوه القوس في مشتقتها بره، مشتقتها بره، لازم الشرط ده، الدالة اللي جوه القوس ومشتقتها بالظبط بره، يعني اللي جوه القوس مثلا لو كان سين تربيع يبقى بره يبقى كام؟ 2 سين، يبقى الدالة 2 سين هي مشتقة اللي جوه القوس اللي هي سين تربيع، ماشي. يبقى اللي جوه القوس مشتقته اللي بره القوس يبقى الداله في مشتقتها، يبقى ان انا بكامل ايه؟ بكامل القوس عادي، يعني ازود على الاس واحد واقسم عليه بالقوس زائد ثابت التكامل. وفي القسمه اللي هو القانون الخامس برضو نفس الحكايه، لو كان عندي شرطه كسر في البسط حاجه وفي المقام حاجه، اللي في البسط هو مشتقه المقام، يعني اللي في المقام قوس اس نون وجوه القوس داله، الداله اللي جوه القوس دي اللي في المقام طلعت مشتقتها هي اللي في البسط بالظبط، مشتقتها في البسط بالظبط، يبقى نفس الحكايه، يبقى التكامل بتاعي بيساوي ايه؟ بيساوي تكامل القوس نفسه، يعني بزود على الاس واحد، زود على الاس واحد واقسم عليه، يبقى ده التكامل بتاعي في حاله القانونين الاخير اربعه وخمسه، لو كانت الداله ومشتقتها بره او الداله في البسط، الداله في المقام ومشتقتها في البسط. بالنسبه للنوع الثاني من درسنا النهارده اللي هو تكامل الدوال المثلثيه، احنا هنكمل ثلاث دوال مثلثيه المقرره علينا السنه دي، هم ثلاثه بس، الداله الاولى اللي هي داله الجا، والداله الثانيه اللي هي داله الجتا، والداله الثالثه اللي هي داله القا تربيع سين. طيب نرجع لهم بقى تاني ونشوف القوانين بتاعتهم بتقول ايه. رقم واحد، تكامل داله الجا سين بالنسبه لسين بتساوي ايه؟ بتساوي سالب جتا سين زائد ثابت.
طيب تكامل جتا سين بالنسبة لدالت سين بتساوي ايه؟ بتساوي جا سين زائد ثابت التكامل. طيب الدالة التالتة تكامل ق تربيع سين بالنسبة لدالة سين هتساوي ايه؟ هتساوي ظ سين زائد ثابت التكامل. طيب هل كل مرة بيديني الزاوية سين يعني جا سين وجتا سين وظ وقا سين؟ لا، ممكن يديني الزاوية بشكل مختلف، ممكن يقول لي جا ونفتح قوس ألف سين زائد ب، أو جتا ألف سين زائد ب، أو قا تربيع ألف سين زائد ب. في الحالة دي التكامل بنعمل في إيه؟ بنقسم على الألف اللي هو معامل سين زي ما عملنا في كثيرة الحدود، يبقى واحد على ألف في وكمل بقى الدالة عادي. الجا تبقى بالسالب جتا، والجتا تبقى جا، والقا تربيع تبقى ظا. في قبل ما نشتغل الدرس بتاع التكامل الدوري المثلثيه هنرجع لبعض القوانين المهمه في قوانين حساب المثلثات اللي خدناها في الترم الاول واللي خدناها كمان من السنين اللي فاتت، لكن كل ده هتفهمه اكتر وتستوعبه اكتر من خلال الشرح بتاع درس اليوم اللي هيكون شامل مجموعه من الامثله المحلوله والتمارين المحلوله. خليكم معانا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. لو كان عندي دالة مثلا زي دالة س بتساوي س تربيع ناقص 5 س زائد ثابت يعني زائد 6 7 8 اي رقم هنا ماشي كده، وحبيت اشتقها يبقى هتقول المشتقه الاولى بتاعها س تربيع مشتقتها 2 س، بنزل على الاس زي ما هو واطرح من الاس واحد، هنا واحد بس احنا ما بنكتبوش، ناقص 5 س مشتقتها كام؟ مشتقتها 5. تمام. طيب افرض بقى اداني الداله المشتقه اللي هي دي وقال لي تقدر ترجعها لاصلها كده، اقول له ازاي؟ يعني انا عايزها ترجع بالصوره دي زائد الثابت، تمام كده؟ طيب بنعمل ايه؟ هو ده بقى موضوع درسنا النهارده اللي اسمه الايه؟ اللي اسمه التكامل. رمز التكامل احنا بنرمز له برمز ت س، ودي علامه التكامل. يبقى بكامل المقدار ده اللي هو الداله دي 2 س اللي هي المشتقه دي 2 س ناقص 5 عشان ارجعها لاصلها تديني الداله اللي فوق دي كده. تمام كده؟ يبقى موضوعنا النهارده هو موضوع التكامل اللي هو يعتبر عكس التفاضل. التفاضل كنت بجيب المشتقه الاولى بتطلع المشتقه الاولى للداله اللي انا عايزها. طب انا عندي المشتقه الاولى وعايز ارجعها للداله الاصليه، يبقى هنا عمليه عكسيه اللي هي عمليه التكامل. بعرفها ازاي؟ بيدينا رمز التكامل اللي احنا شايفينه ده. تمام كده؟ طيب عندنا نظريه بالنسبه للدوال كثيره الحدود. هنا سين اس نون عايز بقى كاملها مش اشتق، احنا قلنا التكامل عكس الايه؟ التفاضل. التفاضل كنت بنزل الاس واطرح منه واحد، العكس بقى في التكامل هزود على الاس واحد، يعني هنا الاس اس نون هزود عليه واحد، واللي انا زودت عليه هقسم عليه، يبقى ده عمليه التكامل. طيب نشوف تاني الخواص بتاعتي. هنا افرض كان في عدد، عدد هنا مضروب، ده ثابت مضروب في سين اس نون، يبقى هزود على الاس واحد يبقى واحد على نون زائد واحد، وازود هنا الاس واحد يبقى زي ما هو نون زائد واحد. تمام. في الف ده ثابت بيخرج بره التكامل بالف عادي ثابت. طيب هنا افرض ادينا الصوره دي، ده هنا الالف، ده الالف والسين والب كلها اس ايه؟ كلها اس نون. في فرق بين الالف في الوضع ده وفي الف، في فرق بين الف في الوضع ده. تمام. طيب يلا هنا ألف هنا يخرج بإيه؟ يخرج ب، ده يعتبر معامل السين صح كده؟ طيب يبقى يخرج بواحد على ألف في واحد على الأس الجديد اللي أنا زودت عليه واحد في الدالة نفسها، وزود عليها كام؟ وزود عليها واحد. طيب افرض كان عندي تكامل بالشكل ده، دال سين أس نون جوه قوس، جوه قوس الكل أس نون، خلي النون هنا كده جوه القوس ده كده. تمام. في اتلاقيت بره المشتقه بتاعت الداله دي هي هي اللي بره، يبقى الداله اللي بين القوسين دول اس نون اتلاقيت مشتقتها بره، يبقى الداله في مشتقتها يساوي ايه؟ يساوي مشتقه القوس كله، يعني القوس كله ده كده هزود عليه كام؟ على الاس واحد واقسم عليه بس، خلاص كده. بس لازم اتاكد ان الداله في ايه؟ الداله في مشتقتها، الداله اللي جوه القوس في مشتقتها، يبقى بشتق القوس بكامل القوس كله، القوس كله أس نون واقسم على الأس الجديد نون زائد واحد. طيب
بالنسبة لتكامل الدوال المثلثية أو بعض الدوال المثلثية هناخد منها جزء السنة دي وجزء التاني هنكمله إن شاء الله السنة الجاية في سنة تالتة. طيب بالنسبة للدالة جا س تكاملها يبقى إيه؟ تكاملها يبقى سالب تكاملها يبقى سالب جتا س، يعني هنا المفروض في علامة التكامل. تمام كده؟ طيب الدالة جتا س تكاملها يبقى إيه؟ الدالة س تكاملها هيبقى جا س زائد ثابت التكامل. طب ق تربيع س تكاملها يبقى إيه؟ يبقى ظا س زائد ثابت. طب افرض الداله كانت بالشكل ده، جاء الف س زائد ب، يبقى هيخرج الالف ده يعتبر واحد على الف والجا مشتقتها بالسالب، يبقى سالب واحد على جتا، الزاويه تنزل زي ما هي ما فيش تغيير. طب جتا الف س زائد ب يبقى واحد على الف، الجتا مشتقتها جاء الف س زائد ب. طب ق تربيع الف س زائد ب يبقى واحد على الالف ده في ظا، الزاويه تنزل زي ما هي زائد ثابت. طيب في قوانين حساب مثلثات هتخدمنا في درس النهارده وهنستعين بيها، بس انا بفكركم بيها عشان ايه واحنا بنشتغل ما نقولش جيت منين. احنا كان في سنه اولى اخذنا جا تربيع س زائد جتا تربيع بس بتساوي كام؟ بتساوي واحد. طيب واحد زائد ظا تربيع س بتساوي ق تربيع س، وواحد زائد ظا تربيع س بتساوي ق تربيع س. طب القطة مقلوب الايه؟ القطة مقلوب الجتا، يبقى واحد على جتا بتساوي ق س، وواحد على جا بتساوي ق س. تمام كده؟ طيب الداله دي جا تربيع س، جا تربيع س ملهاش تكامل، انا التكامل بتاعي ايه؟ جا س، ومفيش تكامل، الكل اس حاجه ملهاش قانون، لكن بفكها. بفكها ازاي؟ الجا تربيع بتساوي نص في جتا تربيع 2 س، احنا خدنا في حساب المثلثات قانون ضعف الزاويه. تمام كده؟ اللي هو جتا 2 س بتساوي 2 بتساوي 1 ناقص 2 جا تربيع س. تمام كده؟ طيب هودي الجا تربيع 2 جا تربيع هناك بإشارة مختلفة، وودي الجتا هناك، هيبقى 2 جا تربيع س بتساوي كام؟ بتساوي 1 ناقص جتا 2 س، وبعدين اقسم على الاثنين دي يديني الشكل ده. تمام كده؟ خلاص الشكل ده سهل قوي ان انا كامله، ده ثابت هيخرج بره التكامل. الواحد تكامله ايه؟ س، والجتا 2 س، واحد على الاثنين الجتا مشتقتها تكاملها جا 2 س. طيب افرض قال لي جتا تربيع س، جتا تربيع س يبقى نفس الحكايه، الجتا تربيع س يبقى هستخدم القانون ده، جتا ضعف الزاويه برضو اللي احنا خدناها في حساب المثلثات بيساوي 2 جتا تربيع س ناقص 1. هنودي هناك 2 جتا تربيع س، ونودي هنا الجتا 2 س باشاره مختلفه. تمام؟ هيبقى هنا الجتا تربيع س واقسمها على الاثنين يديني نص 1 زائد جتا تربيع جتا 2 س، النص يخرج بره التكامل بنص، والواحد مشتقته تكامله 1، والجتا 2 س الاثنين دي تخرج بره بنص في جا 2 س. طيب افرض قال لي عايزك تكمل لي ظا تربيع س، انا عندي في القوانين هنا مفيش ظا تربيع. طب افكها ازاي؟ انا عارف ان ظا تربيع دي كده بتتفك بواحد بقاء تربيع س ناقص 1، الواحد ده لما يروح هناك بشاره مختلفه اهو، يبقى القانون كده فكيت الظا تربيع بس بقاء تربيع س، عشان كده بقول لكم قوانين حساب المثلثات بتاعت السنه اللي فاتت مهمه قوي. طيب يبقى هنا في تكامل ق تربيع س، ايوه بقى دلوقتي كده اعرف اكملها، لان ق تربيع تكاملها بايه؟ تكاملها بالظا، والواحد تكامله بالايه؟ بالس زائد ثابت التكامل. تعالوا نشوف التطبيقات دي بنستخدمها ازاي في درس النهارده. يلا بيقول لي اوجه التكامل الداله دي، هتقول لي بسيط هنا 3 س تربيع ناقص س زائد 1، هزود على الاس 1 يبقى هنا اس كام؟ اس 3، واقسم على هنا كده 1 يبقى كام؟ يبقى 3. يبقى ال 3 دي كده نزلت زي ما هي، الاس ده كام؟ 2، زودت عليه 1 بقى كام؟ 3، وبعدين قسمت عليه يبقى كام؟ 3، ال 3 تروح مع ال 3،
هنا نفس الحكاية، الأس هنا كام؟ واحد، هزود عليه واحد يبقى كام؟ يبقى اتنين، واسم على الاتنين، هنا مفيش حاجة، زائد الواحد تكامله ايه؟ الواحد تكامله س، زائد ثابت التكامل. حاجة عملية الاختصار بقى أبسط كده تدين الصورة النهائية، س أس 3 ناقص نص س تربيع زائد س زائد ثابت. طيب قيمة التكامل، جا س زائد جتا س بيختبرني في تكامل الدوائر المثلثية، هقول له الجا مشتق تكاملها سالب جتا س زائد الجتا تكاملها جا س زائد ثابت التكامل، خلاص. طيب تكامل افرض اداني قوس بقى، قوس زي ده، هقول له والله القوس ده بكمله ازاي؟ بزود على الاس واحد واقسم عليه، يبقى هنا 8 يبقى هنا في واحد على 8، في واحد على معامل س، واحد على معامل س، دي طريقه تكامل القوس اهو. هنا معامل س 5 يبقى هنا بقسم عليه يبقى واحد على 5، الاس كان هنا 7 يبقى بزود على الاس واحد يبقى هنا 8 واقسم على 8، يبقى كأني بقول واحد في واحد بواحد، خمسة في تمانية باربعين، واحد على اربعين في خمسة س زائد تلاتة الكل أس تمانية زائد ثابت التكامل. طيب افرض قال لي تكامل ك تربيع تلاتة س، ك تربيع تلاتة س مش ك تربيع س، يبقى تقول لي تلاتة دي تخرج بره بواحد على تلاتة، والك تربيع س مشتقتها ظ تلاتة س زائد ثابت التكامل، اهو التلاتة دي خرجت بره. الكا تربيع 3 س تكاملها ظ 3 س زائد ثابت التكامل. طيب قيمة التكامل ده ايه ده يا مستر؟ هو في احنا خلنا في التفاضل، انت بتقول التفاضل عكس التكامل، تمام. طب كان في التفاضل دول دالتين، تمام، كنا بنقول دول دالتين مضروبين في بعض، مشتقة الاولى في التانية زائد مشتقة التانية في الاولى، في قانون في التكامل كده؟ لا مفيش قانون في التكامل كده. امال نعمل ايه؟ نضرب القوسين في بعض. طب لما اضرب القوسين في بعض يبقى س في س بس تربيع، وهنا كده في موجب س، وهنا في سالب 2 س، وهنا في سالب 2، لما اجي اجمعهم بعد ما وزعت يبقى س تربيع ناقص س ناقص 2. ايوه يا مستر كده بقت سهله اعرف اكملها. هزود على الاس 1 يبقى 1 على 3 س اس 3، هزود على الاس 1 يبقى 1 على ال 2 س اس 2، سالب 2 س تبقى سالب 2 يبقى تكاملها سالب 2 س. طيب تكامل ك تربيع س على 2 ناقص ظ باي على 4 ناقص س، خلي بالك دي كده تكامل داله في س، ودي كده تكامل داله في س، لكن ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر مقدار ثابت. ليه مقدار ثابت؟ لان ظ هو هنا بيلخبطني، ظ 180 على 4 يعني ظ كام؟ ظ 45. طب ظا 45 بكام؟ بواحد، يعني كل دي كأنها كام؟ كأنها واحد، ما هيش داخلة في السين، ما فيش هنا سين خالص متغير معها، تمام كده؟ يبقى الأول قبل ما كامل حبسطها، يبقى هقول له ك تربيع سين على الاثنين ناقص، انت عايز تلخبطني وتقول لي ان هنا ما عارف اكملها، لا دي الاول فكها، ظا 180 على 4 يبقى ظا 45، وظا 45 بكام؟ بواحد ناقص سين، ايوه مستر كده اعرف اكملها، تمام. الكا تربيع، خلي بالك هنا كا تربيع س على 2 دي يعني معناها هنا في ايه؟ كاني بقول كده كا تربيع نص س، دي معناها كا تربيع س على 2. ليه بكتبها كده؟ عشان النص دون لما اجي اكمله يخرج بره معامل واقسم عليه، يبقى عامل كده اهو واحد على النص، النص دون اللي هو ده س على الاثنين، هنا في واحد كان واحد على الاثنين. الكا تربيع تكاملها ايه؟ ظا س سالب واحد، السين الواحد تكامله س، طب السين تكاملها نص س تربيع، زودت على الاس واحد وقسمت عليه كمان، يبقى زودت على الواحد الاس واحد يبقى اتنين، وهنا قسمت على الاثنين تبقى بالشكل ده. يلا بسط البسط مقام، يبقى واحد على واحد زائد على نص تطلع بكام؟ باتنين ظا س زائد س ناقص نص س تربيع زائد ثابت التكامل. طيب نشوف فكره كمان، ايه ده يا مستر؟ هو انا في الاشتقاق او في التفاضل مش كنت باخد قاعده القسمه اسم الدالتين؟ ايوه كنا بنقول مشتقه البسط في المقام ناقص مشتقه المقام في البسط على مربع المقام، تمام ده في التفاضل.
طب في التكامل لا مفيش حاجة في القسمة، امال بنعمل ايه؟ نحاول نبسط المقدار، يعني نختصر المقدار. يعني ايه؟ الحد الاول ده نختصره نقسمه على س تربيع، والحد التاني ده نقسمه على س تربيع، والحد التالت ده نقسمه على س تربيع، عشان ابسطها يبقى بالشكل ده. طيب لما قسمت كل واحد على س تربيع اداني الشكل ده، س تربيع زائد دي هتروح مع دي يبقى اتفضل 3 زائد 1 على س تربيع عباره عن كام؟ 1 على س اس سالب 2. هو ينفع كامل اس بالسالب؟ ايوه مستر، ما هي قاعده واحده، انا ازود على الاس واحد ايا كان واقسم عليه، سواء كان الاس ده عدد طبيعي او عدد صحيح او عدد نسبي حتى كسر يعني، تمام كده. طب نشوف كده، يلا س تربيع عايز اكملها يبقى هزود على الاس واحد، يبقى 1 على 3 س اس 3 زائد ال 3 دي تكاملها يبقى 3 س، زائد هزود على الاس واحد هنا يبقى سالب 2 زودت عليها هو 1 وقسمت على الاس الجديد مفيش مشكله عندي، زائد ثابت التكامل ابسطها، ما عندي هنا مفيش مشكله فيها وهنا مفيش مشكله فيها، هنا 1 على سالب 1 يبقى سالب، وهنا س اس سالب 2 موجب 1 يبقى س اس كام؟ سالب 1، تمام. طب حطها في الصوره النهائيه بقى، يبقى ثلث س اس 3 زي ما هي، 3 س زي ما هي، س اس سالب 1 معناها 1 على س زائد السالب. طيب عايز تكامل الداله دي، طيب هو في التكامل زي التفاضل مشتقة قوس، كنا بنقول مشتقة القوس الكل اسنون، يعني مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. لا يا مستر ما فيش في التكامل الكلام ده كله، امال نعمل ايه؟ والله القوس ده كل تربيع افك كل تربيع، يعني مربع الاول مربع الثاني، الاول في الثاني في 2. طب هنا يا استاذ هو هنا في القطة دي لا تكامل؟ لا ما خدناهوش. طب القاء دي لا تكامل؟ لا ما خدناهوش. امال اعمل ايه؟ ما دي معناها 2 على كده، هنا في 1 وهنا في 1، 1 على القاء تديني ايه؟ تديني الجا اعرف اكملها. طب 1 على القاء تديني ايه؟ تديني الجتا اعرف اكملها، تمام كده. يبقى حولت الدوال الغير اساسيه لدوال اساسيه. طب نشوف كده مع بعض اهو، يلا مربع الاول مربع الثاني، الاول في الثاني في 2 اداني المقدار ده، ناقص الاثنين زي ما هي، 1 على القاء تديني الجا، طب 1 على القاء تديني الجتا، تمام قوي. طيب كده بمجرد النظر ابص الاقي الحد الاوسط ده هو الحد الاخير ده بس باشارات مختلفه، ينفع اختصرهم مع بعض؟ ينفع اختصرهم مع بعض، تمام كده. تمام طيب يبقى هنا اختصرتهم مع بعض اهو، اتفضل جا تربيع س زائد جا تربيع س احنا خدناها في قوانين حساب المثلثات بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى كل المقدار ده طلع بكام في الاخر؟ بواحد. يبقى كان هكمل الكام؟ الواحد. طب تكامله كام؟ تكامل الواحد بكام؟ بس نشوف فكره كمان، يلا خلاص يا مستر احنا عرفنا ان التكامل ما فيهوش قسمه، والمره اللي فاتت كان في حد ومقدار واحد بس قسمناه اللي هو كان س. طب المقدار ده هنقسم على س ناقص 2، هنقسم على س ناقص 2 ازاي؟ هتقول لي بسيطه قوي، عايز اطير المقام اعمل ايه؟ احلل المقدار اللي في البسط، المقدار اللي في البعض اللي في البسط اسمه ايه؟ فرق بين مكعبين. طب ممكن احلله؟ ممكن تحلله. يلا الفرق بين مكعبين ده بيتحلل ازاي؟ قوس صغير وقوس كبير. طب القوس الصغير كنت بجيبه ازاي؟ الجذر التكعيب لس ناقص زي ما هي الجذر التكعيب ل 8 يديني 2. طب القوس الكبير كنا بنملاه ازاي؟ مربع الاول مربع الثاني، الاول في الثاني مع تغيير الاشاره على المقام زي ما هو. ايوه كده يا مستر، يبقى كده عندي البسط هيروح مع المقام، حلو قوي. يتفضل عندي داله كثيره حدود كده بسيطه قوي اعرف اكملها، يبقى هنزود على الاس 1 يبقى س اس 3 ونقسم عليه يبقى 1 على 3، هنزود على الاس 1 يبقى 2 يبقى س اس 2 على 2 على ال 2 يبقى هنا كده في 1، وهنا 4 تكاملها يبقى 4 س زائد 7. طيب ايه ده يا مستر؟ احنا ما عندناش ضرب في التكامل، خلاص عرفناها ضرب حصل ضرب دالتين. طب تمام، طب اعمل ايه في دول؟ طب هو هنا ليه متعمد يديك اللي بره الجاز شبه اللي جوه الجاز؟ طيب بصوا كده، لما يكون هنا عندي س
جذر س، ولما يكون عندي هنا س أس 3. س أس 3 دي مش هي عبارة عن س تربيع في س؟ تمام. طب الس تربيع دي ينفع اخرجها بره القوس بس؟ يتفضل بره جوه جذر س. تمام. طب ممكن ادخلها تاني هنا كده؟ ايوه، ما الس دي اصلا كانت س تربيع لما خرجت بره الجذر، يبقى تخش جوه بايه؟ بس تربيع. يبقى يديني هنا كام؟ س تكعيب. ده اللي احنا عايزين نقوله هنا، الكلام ده خدناه في المرحله الاعداديه تقريبا. نقوله تاني، يلا. القوس ده أس واحد، لما نعوز ندخله جوه القوس يبقى أس كام؟ يبقى أس اتنين، لأن هنا فيه جذر تربيعي. يبقى اللي جوه القوس ده قوس أس كام؟ أس تلاتة. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف كده واحدة واحدة. طيب ممكن يا مستر نفك ده، يبقى أس نص تمام، مضروب في القوس ده اللي هو أس واحد تمام. طيب ما هو ضرب الأسس عبارة عن جمعها لما تكون الأساسات واحدة، تمام. يبقى واحد زائد نص يديني كام؟ يديني تلاتة على اتنين. تمام قوي كده. بقى ممكن أعرف أكامل؟ ممكن أعرف أكامل. طب بنكمل إزاي؟ يلا نزود على الأس واحد، يبقى تلاتة على اتنين زائد واحد، وأقسم عليها تلاتة على اتنين زائد واحد، في معامل السين يخرج بره بكام؟ يخرج بواحد على اتنين. واحد في اتنين باتنين، في تلاتة واحد في اتنين باتنين، وتلاتة يبقى خمسة على تلاتة، يبقى لما اقسم هنا يبقى اقسم على كام؟ تلاتة على خمسة. تمام كده؟ نقول تاني، واحد في اتنين باتنين، وتلاتة يبقى كام؟ خمسة. يبقى خمسة على كام؟ الاتنين. يبقى الأس الجديد خمسة على الاتنين، اقسم عليه يبقى اتنين على كام؟ يبقى اتنين على خمسة، في النص ده ينزل زي ما هو. والله ممكن اختصر دي مع دي، خلاص مفيش مشكلة. يبقى واحد على خمسة في اتنين سين زائد 11، كل أس خمسة على الاتنين. طالما هو ابتدى بالصورة الجذرية لازم انهيها له بالصورة الجذرية. طب ده حولها للجذر ازاي؟ ده يعتبر الجذر الايه؟ الجذر التربيعي. والقوس يبقى اقول أس كام؟ القوس يبقى أس خمسة. الرياضيات مادة تراكمية ملهاش علاقة بأولى اعدادي ولا تاني اعدادي ولا أولى ثانوي ولا الحاجات دي كلها. طيب قيمة التكامل ده نرجع بقى نشوف. طيب هو هنا ينفع فيك القوس أس خمسة؟ يا مش صعب قوي يا مستر، وبعدين اضربه في دور وبعدين اكامل؟ لا طبعا. امال في هنا ايه؟ قال لك ده المقدار اللي جوه القوس ده، هل مشتقته المقدار اللي بره القوس؟ طب اجرب. السين تربيع مشتقتها يعني تفاضلها كام؟ اتنين سين. تمام موجوده. طب سالب خمسة مشتقتها، سالب خمسة سين مشتقتها كام؟ سالب خمسة. طب الستة مشتقتها كام؟ صفر. يبقى فعلا اللي بين القوس، اللي بين القوس الدالة دي كده مشتقتها هي اللي بره. طب ما انا عندي في قانون في التكامل بيقول كده، لو كان اللي جوه القوس الدالة اللي جوه القوس مشتقتها بره القوس، يبقى التكامل بتاعها بيساوي تكامل ايه؟ تكامل القوس بس. تكامل القوس بس، يعني زود على القوس واحد واقسم عليه. يبقى هنا نشتق كده، بس لازم اتاكد الداله الاصليه، الداله الاصليه اللي تحت القوس او اللي بين القوسين اس خمسة دي الداله الاصليه. لقيت مشتقتها، لقيت مشتقتها هي اللي بره القوس، يبقى هقول له التكامل بتاع ده عباره عن تكامل القوس بس، ازود على الاس بتاع القوس واحد واقسم عليه. ده اللي انا عملته، سهل قوي من غير ما اجي جنب اي حاجه تاني، بس لازم اتاكد من الخطوه دي، لازم اتاكد من الخطوه دي ان اللي بره القوس هو مشتقة ما بداخل القوس. اتاكد اللي في المقام مشتقته اللي في البسط، السين تربيع مشتقتها كام؟ اتنين سين. طب السالب سين مشتقتها كام؟ سالب واحد. طب الخمسة مشتقتها كام؟ صفر. يبقى فعلا اللي في البسط هو مشتقة اللي في المقام، يبقى طبق القاعدة بتاعتي. يبقى التكامل ده عبارة عن ايه؟ مشتقة القوس بس. طب القوس تحت في المقام ممكن اخليه في البسط، يبقى بالشكل ده ما عملتش حاجة. اهو هنا في كام؟ سالب تلاتة،
دي تطلع هنا هنا في المقام معناها واحد على سين تربيع ناقص سين زائد خمسة كله اس تلاتة، تطلع فوق بالقوس كله اس سالب تلاتة. البسط ينزل زي ما هو كأنها مضروبين في بعض. نطبق القاعدة بقى، يلا. هل اللي بره القوس مشتقته اللي جوه القوس؟ ايوه مشتقته اللي جوه القوس، اللي جوه القوس مشتقته اللي بره القوس، تمام. يبقى نشتق القوس بس، يبقى نزود على اس واحد ونطرح ونقسم عليه. سالب تلاتة لما زود عليها واحد يبقى كام؟ يبقى سالب اتنين، واقسم عليها يبقى سالب اتنين، تمام كده. طيب يلا نرجع الاصلها، هي ابتدت كسرية ترجع في الاخر خالص كسرية. يبقى هنا واحد على سالب اتنين معناها سالب اتنين على واحد على سالب اتنين معناها سالب واحد على اتنين، وهنا اس اتنين يعني دي تتحط في المقام الكل اس كام؟ الكل اس اتنين. طيب تكامل ظا خمسة سين ناقص اتنين في ق تربيع خمسة سين ناقص اتنين، ماشي تمام. هي ظا الدالة الأصلية دي تكامل مشتقتها ايه؟ مشتقتها ق تربيع، خلي بالك الظا مشتقتها ق تربيع خمسة سين ناقص اتنين، يبقى اذا اللي بره مشتقة اللي بره ده مشتقة اللي ايه؟ مشتقة اللي جوه، يبقى طبق عليها القاعدة ايه؟ الظا خمسة سين مشتقتها خمسة سين في خمسة في ق تربيع خمسة سين، تمام. خلي بالك لما بجيب المشتقة المعامل ده بيخرج يتضرب لو احنا فاكرين اهو خمسة، لكن في التكامل بيتقسم عليه. طيب انا هنا مستر الدالة اللي انت مدهاني هنا مفيهاش خمسة، مفيهاش خمسة، لازم احط لها خمسة عشان يبقى المشتقة مظبوطة، دي كده المشتقة. طب ينفع احط خمسة كده بمزاجي؟ لا، لازم طالما هنا ضربت في خمسة يبقى اقسم على كام؟ اقسم على خمسة، ولما اقسم على خمسة يبقى هنا في واحد على خمسة تخرج بره التكامل لان ده مقدار ثابت. يبقى الدالة دي ظا خمسة سين ناقص اتنين سين مشتقتها بالكامل ق تربيع خمسة سين ناقص اتنين مضروبة في خمسة، كده مظبوطة. في الحالة دي اعمل ايه؟ الثابت ده ينزل زي ما هو، وكل ده يعتبر ايه؟ مشتقة القوس، يلا مشتقة الدالة الاصلية اللي هي دي. يبقى ظا خمسة سين ناقص اتنين ازود على الاس بتاع القوس واحد واقسم عليه، هنا كان في واحد يبقى هنا في اتنين وهنا في اتنين، يبقى اتنين في خمسة بكام؟ بعشرة، يبقى واحد على عشرة في ظا خمسة سين ناقص اتنين الكل تربيع زائد ثابت. طيب عايزين نجيب قيمة التكامل ده، نشوف هل مشتقة البسط هو مشتقة المقام، يعني اللي في البسط ده هو مشتقة المقام. السين تكعيب مشتقتها كام؟ مشتقتها تلاتة سين تربيع، تلاتة سين تربيع، الله ده هنا في سين تربيع تمام، بس هنا ما فيش تلاتة، طب اعمل ايه؟ لازم اخلي هنا في تلاتة، تمام كده. طب نعمل ايه؟ اول حاجة البسط اهو المقام اهو سين تكعيب ناقص تلاتة، مشتقته كام؟ تلاتة سين تربيع ناقص واحد، ده لازم يكون موجود فين؟ لا ما فيش هنا ناقص واحد، صفر. ده لازم يكون موجود فين؟ ده لازم يكون موجود في البسط. طب انا عندي هنا في كام؟ عندي خمسة، تمام كده. طيب هطلع الفوق الاربعة من مقام تطلع بسالب اربعة، تمام، مضروبة في خمسة سين تربيع. طب برضو ما عملناش حاجة، انا عايز ايه؟ عايز اخلي السين تكعيب ناقص واحد مشتقتها تلاتة سين تربيع، عايز تلاتة سين تربيع، تمام. بصوا بقى للقوس ده كده عملنا فيه ايه هنا، لان القوس ده كده نزل زي ما هو من غير تغيير، عملنا فيه ايه؟ زي ما عملنا في المسألة اللي فاتت، انا عايز احط هنا قدام السين تربيع تلاتة، ينفع رياضيا احط هنا تلاتة ولا لازم اضرب فيه واحد على تلاتة او اقسم على تلاتة؟ تمام، يبقى كده ما عملتش حاجة رياضية، جميل. خليت الصورة واحدة اهي، وبعدين اخد ده كله كده واحطه بره التكامل، يبقى خمسة على تلاتة مضروب في سين تكعيب ناقص واحد كل أس أربعة دي زي ما هي، دي كده أصبحت مشتقة ما بداخل القوس كاملة أهو. سين تكعيب مشتقتها كام؟ تلاتة سين تربيع، الواحد مشتقته صفر، تمام كده. يبقى أنا كده جاهز؟ جاهز أطبق القانون بتاع التكامل، أطبق القانون. القانون بيقول إيه؟ أزود على الأس بتاع القوس واحد وأقسم عليه، زودت على سالب أربعة واحد يبقى سالب تلاتة، وقسمت عليه يبقى واحد على سالب تلاتة، في خمسة على تلاتة اللي هو الثابت اللي بره التكامل نزل زي ما هي.
يبقى 1 في 5 ب 5 و 3 في سالب 3 بسالب 9 يبقى سالب 5 على 9 في س تكعيب ناقص 1 كل اس سالب 3. ابتدت كسريه انهيها كسريه. يبقى 5 فوق في البسط و 9 في المقام. اس سالب 3 يبقى القوس ده كله ينزل تحت باس كام؟ موجب 3. طيب الداله دي هل اللي في البسط هو مشتقة اللي في المقام؟ الظا اصلا مشتقتها ايه؟ ق تربيع س. تمام. امال ايه دي؟ دي 3. طب ممكن استبعدها؟ استبعدها. ازاي؟ اخرجها بره علامه التكامل، بس اتاكد ان الظا هي مشتقتها ق تربيع س. طيب يبقى 3 ق تربيع س تنزل زي ما هي اللي في البسط، ده هيطلع فوق بالمقام بالسالب، يبقى ظا س كل اس كام؟ سالب 4. تمام كده. يبقى ظا س كل اس سالب 4. الظا هل هي مشتقتها ق تربيع س؟ ايوه، بس هنا في كام؟ هنا في 3. طب ما ناخد ال 3 بره، دي كده عامل مشترك، ما عنديش مشكله. يتفضل ظا س كل اس سالب 4 في ق تربيع س. هل هنا بقى ما بداخل القوس مشتقته هنا؟ ايوه مشتقته هنا. تمام، اللي هي اللي بره، يبقى الداله في مشتقتها. طب اعمل ايه؟ اكمل القوس بس. يبقى هنا التلاتة دي تنزل زي ما هي. اكمل القوس، ازود على السالب 4 1 يبقى سالب 3، واقسم على سالب 3. طيب يبقى هتقول لي السالب 3 تروح مع التلاتة، يتفضل فوق، يتفضل هنا سالب 1 الكل ظا س اس كام؟ اس سالب 3. طيب ابتدت كسرية، هي كسرية، يبقى هنا في سالب 1، سالب 1 الظا اس س اس سالب 3 تنزل في المقام بظا س اس موجب 3 زائد ثابت التكامل. وبكده أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي نكون انتهينا من شرح درس اليوم اللي كان عنوانه التكامل من فرع التفاضل. ما ننساش تحت الفيديو بتاع الشرح هنلاقي فيه 3 لينكات. اللينك الاول عبارة عن شيت اسئلة على موضوع الموضوع درس اليوم. اللينك الثاني عبارة عن شيت الاجابة على الاسئلة. اللينك الثالث عبارة عن اختبار تفاعلي لنظام التابلت، يعني الاختبار هيكون لي وقت محدد للاجابة، الاختبار هيصح الكتروني. في نهاية الاختبار هتلاقي الدرجة موجودة عندك عشان تقدر تقيم مدى فهمك واستيعابك لموضوع الدرس. ولا اللقاء مع درس اخر.